أنا اكتشفت شغلة خبرك إياها لما فتت على النوستالجي والراديو، أوكي الإذاعة مش النوستالجيا بس إنه اسمها فظيع لأنه ضابط على لبنان حتى إذا هي محطة فرنسوية. سألت الناس اللي عم يشتغلوا بنوستالجيا اللي أنا اشتغلت معهم قبل ب 15 سنة، ليه اللبنانيين بيحبوا هالقد اوكي الاغاني القديم، وليه بيحبوا يعني ناس مثل كلود بارزوتي؟ مين كلود بارزوتي؟ ما بعرف اذا كلود بارزوتي بيعرف هو اصلا، خاصه هو شخصيا اذا يعني غني او لا. بفتكر هو نسي، ما في الا اللبنانيين بيتذكروا هيدا يلي جنون. وقالوا لي لانه اللبنانيه عندهم نوستالجيا هول الايام، وبوقتها لما كانوا يجوا الديسكيت على لبنان ما كان في كتير ديسكيت عم بيوصلوا على لبنان، اوكي كان يجي ديسك زلمة مطلع غنية واحدة One Hit Wonder يعني. اي One Hit Wonder، اي خاصة بالثمانينات يعني كانت هيدي الديكيت تبع One Hit Wonder. مين هي مثلا One Hit Wonders؟ بس هيك small tangent، مين ليه؟ في One Hit Wonder كتير معروف بالثمانينات، كلود بارزوتي بفتكر غنى غنية أو اثنين، And When the Rain Begins to Fall، عم جاب بتذكر ديبوت سواري، هولي كل يلي غنوا غنية تحبشيت بيتر اند سلون، هولي غنية فرنسوية هلا عم بتذكرهم عم تعمل لي بياج. التسعينات كمان كانوا كل One Hit Wonders. ايه One Hit Wonders هيك غنية، هي هيدي Born to be Alive. هيدا الزلمة بعده لليوم بيطلع مصاري من ورا غنية واحدة، اسمه باتريك إرنانديز. ما بتفهمني. بترجع تسمعون هولي بعد 20 سنة بفرنش نايت. ايه بفرنش نايت يعني أنا ما بحياتي فهمتهم، لأنه بسمع أغاني ما بحياتي سمعتهم لما كنت عايشة برا. فكان يجي الديسك زلمة عامل One Hit Wonder، شو بدها تعمل الراديو؟ كنت تقطع كل الديسك، فكل الأغاني تبع هيدا السينجر كانوا يقطعوا كل الوقت على الراديو. فكان وهولي الناس يلي يعني عاملين One Hit Wonder ما كان حدا لكشهم برا، كانوا يقبلوا يجوا على لبنان حتى بفترة الحرب وهيك، لأنه بالصيف كانت تروق شوي، كان بطل يكون في قواس فكانوا يجوا. فالناس تعودوا على هول الناس وكانوا يحبوا يسمعون، ولليوم بحبوا يسمعون. ففي شيء هيك غريب عند اللبنانية عنا نحن، إنه عنا نوستالجيا كل الوقت، perpetual state of nostalgia كل الوقت. لأنه كل الوقت بيكون عنا أزمة، إذا مش حرب أزمة اقتصادية، إذا مش أزمة اقتصادية حرب، إذا مش حرب ديزاتونتا انفجارات يعني كل اغتيالات. ايه اغتيالات يعني انه كنا عم نحكي فيها مع رياض قبيسي هذيك المره. اذا بتفكر كل 15 سنه في شيء بيصير بلبنان، وبيصير في ريسيت يعني بترجع انت بتضطر ترجع تتذكر شو كان في قبل، ايام اللولو، ايام العز، ايام اللولو، ايام 1005. تخيل هيك عم نحكي صرنا بايام 1005.